السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس الرابع في الوحدة الثالثة. درس النهاردة بعنوان سيف الدين قطز ودولة المماليك. أول حاجة نعرفها مع بعض هو مولد سيف الدين قطز ونشأته. زي ما خدنا قبل كده مولد أحمد بن طولون ومحمد بن طقي الإخشيدي، دلوقتي هناخد برضو مولد سيف الدين قطز. سيف الدين قطز ولد في بلاد خوارزم، وعندما غزا المغول بلاده قتلوا أسرته وتم بيعهم إلى تجار رقيق. بلاد خوارزم ده شباب، دي بلاد موجودة في آسيا، في قارة آسيا. المغول لما بدأوا إن هم يتوغلوا في قارة آسيا وتوسعوا، كانوا أي قرية بيدخلوها بيقتلوا الناس اللي فيها. من ضمن الناس اللي اتقتلوا أسرة سيف الدين قطز. بعد كده كانوا بياخدوا العيال الصغيرين ويبيعوهم في سوق الرقيق او العبيد. كان من ضمن الناس اللي اتباعوا دولت كان سيف الدين قطز. طب مين اللي اشتراه؟ اشتراه كذا حد لغايه ما وصل الى عز الدين ايبك. يعني واحد اشتراه ثم باعه، واشتراه ثم باعه، لغايه ما وصل عز الدين ايبك. عز الدين ايبك ده شباب كان احد قاده المماليك او المماليك في مصر. عاش قطز في مصر، خلاص بعز الدين ايبك اخده، بقى هو العبد بتاعه او الخادم بتاعه، وبدأ ان هو يشغله معاه. بعد كده بدأ يتدرج سيف الدين قطز في المناصب، بدأ يعلى لغاية ما وصل الى قائد للجيوش. اصبح سيف الدين قطز قائد للجيوش، ثم تولى عز الدين ايبك اللي هو اللي اشترى سيف الدين، بقى هو حاكم مصر. ام حصل ازاي دوت؟ قال لك بعد زواجه من شجرة الدر. يبقى تولى عز الدين ايبك حكم مصر بعد زواجه من شجرة الدر. بعد كده قتل عز الدين ايبك. طب مين اللي هيمسك بعد عز الدين؟ قال لك ابنه ده كان اسمه ايه؟ اسمه المنصور. المنصور ده كان لسه صغير، فمش معقول عيل صغير هو اللي يحكم دولة المماليك كلها. طيب لازم يكون في حد كبير واخد باله منه، ده بنسميه واصيا. طب مين اللي هيبقى واصي على المنصور دوت؟ اللي هيبقى الواصي هو سيف الدين قطز. يبقى احنا كده عرفنا ان سيف الدين قطز اشتراه عز الدين ايبك، بعد كده سيف الدين عاش مصر وبدأ يتدرج للمناصب لغاية ما اصبح قائد للجيوش، عز الدين تزوج من شجرة الدر واصبح هو حاكم مصر، عز الدين اتقتل، الحاكم بقى هو ابنه اللي هو اسمه المنصور، واصبح واصي عليه سيف الدين قطز. في الفترة دي يا شباب تعرضت مصر والعالم الإسلامي لخطر المغول. هل من الممكن ان عيل صغير قد المنصور يواجه خطر المغول اللي كان بيرعب العالم كله؟ كان مفيش مكان في العالم يدخل فيه الا ويدبح الناس اللي فيه ويستولى عليه. قال لك مستحيل ان عيل صغير زي منصور يقدر ان هو يواجه خطر المغول. حصل ايه؟ قال لك سيف الدين قطز عزل المنصور من منصبه من حاكم مصر، وولى نفسه حاكم على مصر، وبعزل المنصور من حكم مصر أصبح قطز سلطانا على البلاد عام 657 هجريا 1259 ميلاديا، وبدأ ان هو يجهز نفسه ويستعد لمواجهة خطر المغول. طب تعالوا نعرف مع بعض مين هم المغول دول اصلا. مستر تعملتوا لنا المغول مين المغول دولت؟ دول عبارة عن قبائل جاءوا من اواسط اسيا. مش احنا قلنا من شوية ان بلاد خوارزم دي في اسيا وان هم بدأوا ان هم يتوغلوا فيها؟ يبقى المغول دولت هم جم من اواسط اسيا، في منطقه شمال، في منطقه منغوليا شمال الصين حاليا. منطقه منغوليا دي في بلد موجوده اسمها منغوليا، موجوده في شمال الصين. طب كانوا بيشتغلوا بايه؟ اشتغلوا بالرعي والصيد وتربيه الخيول، واشتهروا بالفروسيه والرمايه، واتصفوا بالقوه والخشونه. يبقى المغول هم قبائل جاءوا من اواسط اسيا من منطقه منغوليا، كانوا بيشتغلوا بالرعي والصيد تربيه الخيول، واشتهروا برضو بالفروسية اللي هو ركوب الفرس والرماية، واتصفوا بالقوة والخشونة. واستطاع جنكيز خان ده هو اللي أسس دولة المغول، او هو الصاحب او فضل للفضل ان هو قيام دولة المغول. استطاع جنكيز خان ان يخضع القبائل المغولية لسلطانه. القبائل كانت عبارة عن قبائل متفرقة، جه جنكيز خان دوت بدأ ان هو يقدر يجمعهم مع بعض ويبقوا كلهم تحت حكم جنكيز خان. وجنكيز خان هو اللي قدامنا في الصورة ده شباب. حضرتك
هناخد بعد كده في درسنا النهاردة بدء الغزو المغولي على العالم الإسلامي. بدأ الغزو المغولي على العالم الإسلامي بالبداية بالهجوم على الدولة الخوارزمية، وزي عرفنا احنا كده ان قطز كان في الدولة الخوارزمية وبدأ غزو المغول عليه. طيب ازاي بدأ الغزو المغولي على العالم الإسلامي؟ اول حاجة بدأوا بالهجوم على الدولة الخوارزمية واحتلوا مدنها وقتلوا الناس ودمروها واحرقوا المدن. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ المدينة او ايه الدولة اللي غزو بها المغول؟ غزو بعد كده في قائد اسمه مغولي اسمه هولاكو. هولاكو ده كان قائد في الجيش المغولي، تمكن من الوصول بقواته نحو بغداد اللي هي كانت عاصمة الدولة العباسية، واستطاع السيطرة عليها. مش كده بس، لكمان قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله ومعظم سكانها واشعل فيها النيران. يبقى الغزو المغولي بدأ على الدولة الخوارزمية، وبعد كده عندنا قائد من المغول اسمه هولاكو. هولاكو ده تمكن من بقواته من غزو بغداد اللي هي عاصمة الدولة العباسية، يعني الدولة العباسية كانت عاصمتها في بغداد، تمكن من هولاكو من غزوها وإيه كمان، وقتل الخليفة العباسي في ذلك الوقت اللي هو المستعصم بالله، ودمر مدينة بغداد وقتل معظم سكانها وأشعل النيران فيها. يبقى ما أقول لك ما النتائج المترتبة على استيلاء المغول على بغداد عام 1258 ميلادي، أو تعرض بغداد لخطر المغول اللي حصل عام 1258، النتائج المترتبة على ذلك إيه؟ هتقولي قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، وتم تدمير مدينة بغداد اللي هي كانت عاصمة الدولة العباسية، وقتل معظم سكانها وأشعل النيران فيها. طيب يبقى أول حاجة الغزو المغولي قلنا بدأ على الدولة الخوارزمية وبعد كده على بغداد. ثم زحف هولاكو إلى بلاد الشام. طيب عندما زحف هولاكو إلى بلاد الشام، النتائج المترتبة على ذلك يا ترى أدى إلى إيه؟ أدى إلى الاستيلاء على مدنها، زي مدن مين؟ زي حلب ودمشق. يبقى الغزو المغولي بدأ على الدولة الإسلامية أو العالم الإسلامي بالدولة الخوارزمية اللي كانت نشأ فيها قطز، وبعدين بعد كده على الدولة العباسية، وبعدين على بلاد الشام، وتم الاستيلاء على مدنها زي حلب ودمشق. طبعا اكيد هولاكو هيفكر في ايه؟ هيفكر انه يستولي على مصر. طيب مين اللي كان ماسك مصر في ذلك الوقت ده؟ طبعا سيف الدين قطز. طب هولاكو اتصرف ازاي مع سيف الدين قطز؟ ارسل هولاكو رسل للسلطان قطز، رسل يعني ناس من عند هولاكو ارسلهم الى قطز، اكيد هيبلغوا رساله. طيب بيقولوا له ايه بقى؟ بيقولوا له ايه في الرساله دي؟ اكيد بيبلغوه ان هو لازم لازم يكون يطيع مين؟ هولاكو. يا اما هتتعرض لما تعرض له الدول الاسلاميه زي مثلا بغداد وزي بلاد الشام. طب يا ترى قطز هل انصاع او يعني سمع كلام هولاكو؟ لا طبعا قطز كان رد فعله غير كده خالص. فهي يقول لك سؤال الاول بما تفسر بعث هولاكو المغولي، بعث هولاكو المغولي رسله الى السلطان قطز. ليه بعثوا ليه؟ عشان يهددوا بالايه؟ بالتهديد والوعيد والدخول في طاعه المغول، يعني لازم تطيع هولاكو. هل يا قطز هتطيع هولاكو ولا لا؟ ولا هتم تدميرك بالمدن بتاعتك زي ما عملت في بغداد وزي ما عملت في حلب ودمشق؟ طب كان ايه رد فعل قطز؟ فأمر قطز بقتل رسل المغول. أمر بقتل رسل المغول، ده كمان قطع رقابيهم وحطهم كده في زي يعني حاجة كده، وبعثهم لمين؟ لهولاكو. طب يبقى ماجي أقول لك ما النتائج المترتبة على قتل سيف الدين قطز لرسل المغول؟ لما هو سيف الدين قطز رد له بقى الرسالة بتاعته، وشوف ردها له عامل، شوف الرد عامل إزاي، يا ترى إيه اللي حصل؟ أدى إلى إعلان المماليك الحرب على المغول. يبقى المماليك أعلنوا الحرب على المغول. دلل على صحة العبارة شجاعة قطز وتحديه للقائد المغولي هولاكو. هقوله عندما رفض التهديد والوعيد، وإحنا عارفين إن قطز رفض تهديد ووعيد مين؟ هولاكو، ورفض إن هو إيه؟ ورفض هو طاعة هولاكو. فهقوله كده دليلي على ذلك رفضه للتهديد والوعيد، وكمان إن هو أمر بقتل رسل هولاكو. أعد قطز للحرب. قطز أعد للحرب طبعا في حرب بينه طبعا وبين المغول، وإحنا عارفين إن جيش المغول ده جيش كبير، وإن هو طبعا قدر إن هو يدمر بلاد كتير جدا من الدول الإسلامية ومن البلاد الإسلامية. أعد قطز للحرب، ولكن تخاذل بعض أمراء المماليك. بعض أمراء المماليك خافوا طبعا، هم سمعين عن هولاكو وسمعين عن الجيش المغولي، فجالهم خوف وجالهم رعب اللي إحنا كده كده هننهزم زي بقية الإيه؟ البلاد الإسلامية. يبقى تخاذل بعض أمراء المماليك في الخروج للحرب.
فخطب فيهم قطز قائلا، قطز بقى عمل لهم خطبة عشان يشجعهم عشان يحمسهم، قال لهم ايه؟ من اختار الجهاد فليصحبني، اللي عايز يختار الجهاد يجي معايا، ولم يختار ذلك واللي مش عايز فليرجع الى بيته، فان الله مطلع عليه، ربنا بقى مطلع عليه. وخطيئة المسلمين في رقاب المتخلفين. يعني ايه خطيئة المسلمين في رقاب المتخلفين؟ يعني اللي هيحصل للمسلمين من اي حاجة ضرر هيبقى ايه؟ في رقابتكم انتوا، عشان انتوا اللي اتخذلتوا ان انتوا تحاربوا. فطبعا الخطاب ده اتأثر جدا في نفوس امراء المماليك، فخرجوا جميعا للحرب وتحمسوا وخرجوا جميعا للحرب. يبقى ماجي اقول لك بما تفسر تخاذل بعض امراء المماليك عن مقاتلة المغول في اول الامر، ليه تخاذلوا؟ او يجي يقول لك بما تفسر تردد بعض امراء المماليك في الخروج للحرب مع قطز، هم ترددوا. طب ليه ترددوا؟ ليأسهم من الانتصار على المغول، كان جاي لهم يأس ان هم ينتصروا على المغول. طيب احنا عايزين نقول المماليك زي كده عز الدين ايبك، ايه مين هم المماليك دول؟ المماليك دول هم غلمان كان يتم جلبهم بواسطة التجار طبعا من سوق الرقيق، وأصبح الكثير منهم جنودا وقاد جيش، ولكنهم استولوا على الحكم في نهاية الدولة الأيوبية. لما الدولة الأيوبية ضعفت هم طبعا استولوا على الحكم. يبقى المماليك هم غلمان كان يتم جلبهم بواسطة التجار من سوق الرقيق، وأصبح الكثير منهم جنودا وقادة جيش، ولكنهم استولوا على الحكم في نهاية الدولة الأيوبية. وطبعا عندنا خير مثال على ذلك سيف الدين قطز، هو كان طبعا صبي صغير وتم جلبه من سوق الرقيق، واللي اشتراه زي ما احنا عارفين عز الدين أيبك. بعد كده يا شباب هناخد مع بعض معركة عين جالوت. معركة عين جالوت دي كانت في شهر رمضان، كانت موجودة عام 1260 ميلاديا 658 هجريا. اي معركة لازم يكون لها مكان، مكان المعركة دوت كان موجود في عين جالوت بالقرب من غزة في فلسطين، يبقى مكان المعركة كان في عين جالوت بالقرب من غزة في فلسطين. طب المعركة دي كانت بين مين ومين؟ ايه الاطراف بتوعها؟ الاطراف ان هو كان المصريين وكان القائد بتاعهم سيف الدين قطز ضد المغول اللي هو كان القائد بتاع الجيش بتاعهم كان اسمه كتبكة. طب يا مستر ايه اسباب المعركة؟ ايه اللي خلى حصل صدام ما بين المصريين والمغول؟ قالك ان المغول كانوا بيستولوا على العالم الاسلامي وداخلين على مصر، فاحنا عشان كنا الهدف من المعركة دي كلها ان احنا بندافع عن مصر بالرد العدوان المغولي عن مصر وبلاد الشام والعالم الاسلامي. طب ايه اللي حصل؟ قالك سيف الدين قطز جمع الجيش بتاعه عام 1260 وخرج على رأس الجيش ده الى فلسطين عشان يرد العدوان المغولي. فاثناء المعركة ديت المغول خافوا، حصل بينهم اضطراب، الجيش بدأ يهتز، كل الجندي بدأ ان هو يترعب. المغول كانوا جيش مرعب جدا جدا، كان بيدخل اي معركة يفوز بيها، ما خسرش في ولا معركة قبل كده. فقطز شاف الجنود حواليه حصل فيهم اضطراب والصفوف مش منظمة، قام قطز صاح ونادى في الجنود وقعد يقول لهم وإسلاماه وإسلاماه. الجنود اول ما سمعوا كلمة وإسلاماه وإسلاماه وشافوا قطز وهو متحمس وعمال ينادى عليهم، ده أدى رفع الروح المعنوية عند المحاربين. وخلي بالك ده بيجي لك سؤال من نتائج المترتبة على صياح قطز في جنودي او مقولة قطز وإسلاماه وإسلاماه، هتقول لي أدى إلى رفع الروح المعنوية عند المحاربين فاندفعوا الجنود خلفه. الجنود لما سمعوا كده هوت والروح المعنوية ارتفعت عندهم بدأوا إنهم يتشجعوا ويهجموا على المغول. بهجومهم على المغول قدروا إنهم ينتصروا عليهم انتصار عظيم. مش كده وبس، لأ دول كمان استطاعوا قتل قائدهم كتبغة، ودي كانت أول مرة تحصل في تاريخ المغول كله. المغول لما انهزموا بدأوا ان هم يرجعوا للخلف، اسمها تكهكروا، تكهكر المغول وهزموا. المصريين سبوهم؟ لا، المصريين فضلوا وراهم تعقبوهم لغاية ما طردوهم من خارج بلاد الشام. طب من كده هستنتج ايه؟ هستنتج ان مصر حمت مصر والعالم الاسلامي واوروبا من قتل المغول. سيف الدين قطز لما انتصر على المغول قدر ان هو يحمي مصر، مش كده وبس لا، والعالم الاسلامي واوروبا، واوروبا كمان قالك اه، ما هو لما كان هيخلص على مصر والعالم الاسلامي كان هيطلع على اوروبا من خطر المغول. طيب تاني حاجة، حماية الحضارة الاسلامية، حماية الحضارة الاسلامية من خطر المغول. يبقى نتائج المعركة بتاعتنا، اول حاجة حماية مصر والعالم الاسلامي واوروبا من خطر المغول، تاني حاجة حماية برضو بس حماية الحضارة الاسلامية من خطر المغول، تالت حاجة أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي. مصر بقت هي
الكبير أو الزعيمة بتاعت العالم الإسلامي. أربعة، قضاء على أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر. المغول كانوا بيقولوا على نفسهم إحنا جيش لا يقهر، ندخل أي معركة ندخل أي حرب إحنا بننتصر فيها مهما كانت قوة القوات اللي قدامنا. رقم خمسة، توحيد مصر والشام تحت زعامة المماليك. يبقى احنا كده خدنا النتائج، خمسة، حماية مصر والعالم الإسلامي وأوروبا من خطر المغول، حماية الحضارة الإسلامية من خطر المغول، أصبحت مصر زعيمة العالم الإسلامي، القضاء على أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر، وتوحيد مصر والشام تحت زعامة المماليك. بعد كده عندنا سؤال المتفوقين. سؤال النهاردة بيقول لي ماذا يحدث إذا فشل السلطان قطز في الانتصار في عين جالوت؟ ماذا يحدث إذا فشل السلطان قطز في الانتصار في عين جالوت؟ وبكده يا شباب نكون انتهينا من درس النهاردة. أتمنى نكون استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.